دي أول سنة ليا أشارك، بس صراحة يعني كان فيه استفادة كويسة جدا. اللي حابب ان هو يشارك، انا ما شاركتش قبل كده من زمان، بس انا لما شاركت السنة دي وشاركت حبيت ان انا اشارك بعمل فني، ففعلا استفدت جدا، وكل المواضيع الدراسية فيها استفادة كويسة جدا. اللي حابب ان هو يشارك، المهرجان بيبدأ من الاطفال الصغيرين لحد الخدام. انا عايزة اقول ان انا متجوزة ومعايا اولاد، بس حبيت ان انا اشارك، فاشجع اي واحدة ست متجوزة ومعاها اولاد تشارك وتذاكر مع اولادها المهرجان. هما لما يشوفوها بتذاكر وهما هيتشجعوا ويحفظوا مع بعض وهيستفادوا استفادة كبيرة جدا، هتبقى حاجة حلوة قوي قوي لكل الستات. المهرجان بيشجع الاولاد ان هما طول السنة يشتغلوا ويبتدوا يتعلموا ويعرفوا حاجات جديدة، يقضوا فترة الصيف في حاجات مفيدة، حاجات بيتعلموا منها، حاجة تنمي يعني زي الألحان، تنمي من جوه، زي الدروس اللي بالمهرجان. مهرجان الكرازة من زمان وأنا بحب أشترك فيه من وأنا صغير، حتى لغاية دلوقتي الناس مستغربة إزاي أنا ببقاش في اللجنة أو إزاي أنا بنظمش. لأ، أنا بحب أشارك دايما وبحب أفرج كل مهرجان الكرازة، اللي مهما سنك كبر أنت موجود لسه في مهرجان الكرازة وتقدر تعمل فيه أحلى شغل. بحب أوجه رسالة لكل الفنانين الصغار والكبار، انزلوا وشاركوا مهرجان الكرازة، في ناس كويسة جدا، والأنبا موسى عامل مجهود على أعلى مستوى. فكرة البحث، ان المفروض مرجعيات البحث ان يكون المقدم البحث عارف كل كلمة مكتوبة جواه ايه، ما يكونش واخد من الويكيبيديا، واخد من هنا ناقل كوبي بيست، لا، المفروض ان هو يكون قاري. اتمنى ان السنة الجاية ان شاء الله كل الناس اللي مش موجودة في مهرجان الكرازة تقدر تشارك، لان هي حاجة كبيرة جدا وحاجة بتنمي القدرات لكل المخدومين، لكل الناس، لكل الاعمار، زي ما نقول مهرجان الكرازة لكل الاعمار. أهمية مهرجان الكرازة ان هو هدفه الاول ان هو كل السنة الشعارات بتاعته تخليني اندمج في الخدمة بشكل مش طبيعي، يعني حتى الناس اللي بعيدة عن الكنيسة وحتى الناس اللي ما بتبقاش خلاص فاقدة الامل في الكنيسة وفي كل حاجة، عندها حاجة بسيطة، بذرة بسيطة، موهبة بسيطة، بترجعها تاني للكنيسة، بتخليها بتحسسها ان هي عاملة بحاجة في الكنيسة، وبتحسسها بمشاركتها دي ان انا بشارك في الكنيسة، انا عملت حاجة، انا ثابت، يعني بثبت وجودي في الكنيسة. فده مهم جدا لينا ومهم لأي حد بيبعد وبيحس ان هو فاقد الامل في الخدمة خلاص. بحب مهرجان الكرازة جدا، يعني بقالي دلوقتي 3 سنين مشتركة فيه، دايما بتصعد على طول، فعلى طول يعني بتصعد في أدبية وثقافية، لسه تاني سنة ليا مشتركة كشعر وكده، لسه أول مرة أصلا أخش برواية، بس السنة اللي فاتت كنت داخلة بأقصوصة وشعر. اشتركت ببحث ثقافي، كتبت عن أشهر الأقباط المسيحيين في مصر زي باقي زكي يوسف، كان عمل ثغرات في خط الليف عشان يدخلوا إسرائيل، وكمان عملت عن أشخاص ثانية، صليب سامي دوت كان أول وزير حربي، يعني وزير خارجية، كمان عملت عن سامي جبرة، وسامي جبرة دوت كان إنسان يعني متقدم، سافر برا مصر، فرنسا وإنجلترا، وعلم في كذا جامعة بأمريكا، وكتبت عن أشخاص كثيرة. مهرجان طبعا المواد اللي فيه بتبقى حاجات حلوة، الدرس الكتاب اللي بيبقى موجود فيه، السفر اللي بيدرسوه كل سنة، الألحان بتبقى حاجة جديدة، ألحان قداس وتسبحة، بتبقى حاجات كلها مفيدة، حتى كمان المحفوظات. كان عندنا السنة دي جزء من المعوزة على الجبل، كان في صلاة الخدمة الأولى نص الليل، كلها حاجات حلوة الأولاد بيستفادوا بيها، وتملى حتى وقت الفراغ اللي ممكن يكون الوقت الفراغ ده سبب لأن هم وقت يبقى ضيع بالنسبة لهم، فالمهرجان بيملى الفترة بتاعتهم في الأجازة وبيستفادوا استفادة كبيرة. يعني المهرجان مواده كلها مفيدة وكل حاجة فيها استفادة. ياريت دي دعوة لكل الأولاد والشباب والخريجين، دي دعوة حلوة ان احنا نستفاد ونتملي بكنيستنا. كنيستنا غنية بحاجات كتيرة جدا احنا ممكن نكون لسه ما دخلناش فيها، فالمهرجان بيفتح لنا مجال ان احنا نقرأ ونتعلم حاجات جديدة. مهرجان الكرازة هو عبارة عن يعني منطقة بنستثمر فيها طاقات عالية، مش للشباب بس، احنا في سمعان الشيخ، في حرفيين، في ناس كبيرة بتيجي، فهو استثمار من كل النواحي، سواء استثمار ان هو في معلومات روحية، في ابحاث دينية، في ابحاث ثقافية، استثمار طاقات رياضية في المسابقات الرياضية، يعني هو يعني حاجة، يعني هو كأنه صرح ضخم في كنيستنا يعني.